يولد السلام من رحم الانتفاضة، لن نكون أحرارا حتى ننتصر على الخوف الذي بداخلنا أولا، ثم ننتقل إلى كل ما هو خارجي يكبلنا. مثلا في بلادي تونس، غيرنا مفاهيم الحرية على مر العصور، وها نحن ذا. التوانسة صنعنا العجب، التوانسة صنعنا العجب، ولحد فهمنا وشية بربر وقورة وعرب، وكل واحد فينا من فيا نحبوا ديما الزهو وترب. وبخصوصي هكا الكفية، فينا اللي طايع الرب، وفينا العجبات والخطية، وفينا العأمر وتغلب، وفينا المختار الثنية. ثرنا اليوم الطاغي هرب، وهكاك عملوا اللي بيا، ومصارة والشام تعب، بكى الأمة الإسلامية بطاغي على شعب وركب، ولبت تجيه المنية، قتلهم وفي البلاد كي تونسنا مش الترزية، الشواب نشد المناصب والذرية مش التضحية. إنسانة نوارة عرب، إنسانة نوارة عرب، لكن الأصل مزيغية، والطاهر ألف كتب ومجلة أحوال شخصية، جاب رقيبة بعد ركب، قال حرر المرأة التونسية، إنسان أحرار من عند الرب ولحد عامل مزية. كبرنا كبرنا والمخ تعب، وكتبنا وقرينا كتب، عايش برضاية والدية، نعيشه كله في هالوطن ونفديه بدمي وعيني، وتحية لتونس الكل ويزونا من الجهوية. الراعي، الراعي في سليانة تقهر على غفلة من عينه خذاته، بلكش في الليل سهر وصباح يسرح بنعيجاته، وبرر مدخله المقر يا مضبوعة غادي باته، والذري حرقت العجل مش فاهم روحه من ذاته، والذري حرقت العجل مش فاهم روحه من ذاته، ذيوبة تستنبط في الشر دزوه يعارك في اخواته، ونهبوا وخلعوا المحل وروح بحاجة خطياته. يا تونس يا تراب عزيز، يشكي لربي في صلاته، يشكي لربي بهالبشر، الخطية والفلوس عماته، ويا ربي تجلي هالغمة والأقصى يرجع لأياماته، ويا ربي تجلي هالغمة، ويا ربي تجلي هالغمة والأقصى يرجع لأياماته، وكل عادة ترجع الأمة ويرجع لوطننا بسماته. التوانسة صنعنا العجب ولحد فهمنا وشية، بربر وقورة وعرب، وكل واحد فينا من فيا. برافو.